خلينا نتكلم على كرة اليد. تم توجيه الشكر للمدير الفني خلاص وشكرناه، لأن الظروف أكيد في ظروف كتير حصلت النادي. عندنا 2 لعيبة مشوا في أول السنة وكانوا ماضيين قبلها بسنة، يعني اللي هو يحيى الدرع وسيف الدرع. هاي عندنا كابتن وسام موقوف من قبل لجنة المنشطات. هاي عندنا كابتن وليد، كان خالد وليد كان مصاب بالكتف من أول الموسم. تمام عندنا كابتن مودي جاله رباط صليبي أول 5 أو 6 ماتشات. عندنا كابتن أحمد حسام جاله إصابة في الكتف، كسر في دراعه في الموسم، يعني في آخر 5 ماتشات قبل ما نبتدي البطولة. عندنا يعني عندنا ظروف كتير مش جيدة. حاولنا نجدد مع روي المدير الفني لكن هو رفض، لأن عنده التزامات في اسبانيا في اول السنه. جبنا مدير فني باختيار المجموعه دي كلها اللي انا قلت لك عليهم. كابتن روبي عمل معاه لقاء، كابتن حسام غريب عمل معاه لقاء، كابتن احمد الاحمر كان تم مناقشته في هذا الامر. يعني انا قصدي ان احنا في مركب واحد، مش أكيد بعفيه نفسي من مسؤوليه. اكيد انا مسؤول، مسؤول ان انا ممدوحه بس حاجز على فلوس النادي، بس هي دي مسؤوليتي. فبالتالي حصل تأخيرات على الفرق سداد مستحقات، والمستحقات طبعا وده مركب كلنا فيه يعني. طبعا